بعد ظهر هذا اليوم. هكذا الأشواط تنطلق، هكذا الأسماء تنطلق، هكذا التحية. أحيي كل من شارك في شوط الختام، البداية بالورد والختام بالمسك. مباشرة إلى مسك الظبي محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، ويقود له من الأسماء الأبكار المهجنات الحول المنطلقة الرائعة والمميزة، بينما الدور دور المركز الثاني الظبي الأخرى عبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث الوصول والانتقاله القوية من المركز الثالث الوصول من شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي مع المركز الآن الثالث، وعلى المركز الرابع الوصول من الشاهنية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي بو يمعة حاضرا مشاركا متابعا اخوانه في هذا المحفل وفي هذه الانطلاقات الرائعة، بينما القدوم من الشعارات القادمة القدوم والوصول ايضا من الشاهنية سالم بن محمد بن قناص بن علي العامري على المركز الخامس، والدور دور المركز السادس الجذابة للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين ضيف عزيز يشاركنا من دولة قطر الشقيقة. يا مرحبا بكل الضيوف بين اخوانهم في دولة الامارات وتحديدا في ميدان المرموم، بينما الوصول من شرف، شرف التي تبحث عن الشرف، شرف التي تبحث عن التتويج وعن الناموسي، والزعفران لمحمد بن هادي بن حمد البريدي المري احد ضيوفنا الكرام، والوصول ايضا والانتقاله من عزامه لبخيت بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري، لاحقا ايضا الاسماء السبعه الاولى ويحتل المركز الثامن. المركز التاسع الوصول من جميله وسالم بن محمد، يلا يا ابو محمد. هذا الشعار عودنا على نواميس وعلى انتصارات رائعه، سالم بن محمد بضبيعه الاكتبي محلقا مع جميله اللون والاداء. وعلى المركز العاشر صوغه احمد بن مطر بن محمد بن خليفه العميمي مع المركز الان العاشر. هذه هي الاسماء، هذه هي الشعارات، وبعد العشر الاسماء عيني على اسماء ايضا ثقيله ولها لها لها شان وباع طويل في المشاركات وفي المنافسه القويه. اعود الى المركز الاول، اعود الى هذا الشعار الذي عودنا نعلق عليه في الامتار الاخيره، وها هو اليوم من بدايه الانطلاقه حاملا هذه الجوده الغاليه وماده الزعفران واضحه على وجه وراس الظبي التي تحلق وتقود لها من الاسماء العملاقه، وتعود ملكيتها للسيد محمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي مع التحدي ومع الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني، الوصول، الوصول من الظبي عبد الله بن محمد المحرمي واصلا على ثاني الاسماء. الدور دور المركز الثالث، الدور دور المركز الثالث، هنالك شقره فهد بن حسين بن فهد الرمزان النعيمي على ثالث الاسماء. وفي المركز الرابع الوصول من الشاهنيه سالم بن محمد بن قناص بن علي العامري، ووصول وانتقاله قويه من ضمن الاسماء الملاحقه والباحثه ايضا عن تحديات هذا الشوط. شرف، شرف على المركز الان الرابع، انتقلت من الخامس الى المركز الرابع، وتعود ملكيه شرف للسيد محمد بن هادي بن حمد البريدي المري، بينما الوصول من الزاوية الأخرى من قبل جميلة. جميلة يا سلام، يا سلام، هذه جميلة، وهذا الشعار يبدع، يبدع دائما وليس اليوم فقط وإنما أيامه دائما، خاصة في أيام الختاميات نرى هذا الشعار، شعار جميلة ينتصر ويسجل النقاط الذهبية في الرموز وفي السيارات، وهذه هي جميلة. السيد زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين حاضرا مشاركا ايضا منتقلا من مركز الى اخر، بينما القدوم من الجذابة للسيد مبارك محمد بن زايد الخيارين واصل ايضا، والوصول من الجهة الاخرى الوصول ايضا كما ذكرت سابقا الشاهنية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي الذي وصل مع المركز الثامن والمركز التاسع. ايها الاخوة الكرام مشاهدينا متابعينا الاعزاء، الفائزة غانم بن سيف محمد البو سعيد الخيارين
اليمين، يا سلام، هذه نخبة النخب، وكذلك الوصول من جميل سالم محمد الضبيعة، هكذا الوصول، هكذا النواميس، هكذا النداء المتكرر للأسماء الأولى. يا الله يا إخواني، من يبحث عن الناموس؟ من يبحث عن الناموس؟ هذا الشوط خلاص، هذا الشوط سوف يغادر العدسات، المجلات، الجرائد، الصحف، أيضا المرئية، وأيضا من يتابعنا. نعلن إعلانا هام ومهم، إن إن غادر هذا الشوط سوف يظل في أرشيف مهرجان المرموم بالفوز وبالانتصار. فهنيئا لمن فاز ومن انتصر. المركز الأول والصدارة، يا سلام يا سلام، يا الظبي، الظبي على المركز الأول، محمد بن أحمد بن مطر الخيالي على الصدارة وعلى الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني، المركز الثاني شرف محمد بن هادي البريدي المري على المركز الثاني وعلى الثالث الأسماء، الجذاب مبارك بن محمد بن زايد مطوع الخيارين على المركز الثالث، والدور دور المركز الرابع، يا له من اسم جميل، زايد بن منصور بغانم الخيارين على المركز الآن الرابع. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي. المركز السادس، أو المركز، نعم بالفعل المركز السادس، المركز السادس الفائزة غانم بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين. ما شاء الله على الخيارين لمشاركتهم في هذا الشوط، مشاركة قوية، مشاركة فعالة، ومشاركة مشرفة الحقيقة. بينما القدوم، القدوم من هذا الشعار، شعار راشد بن سعيد بالغفرية، شعار شعار للصولة وجولة في ميادين الدولة وخارجها. بينما القدوم، القدوم من الشهنية سالم بن محمد بن قناص، يا سلام، والجهة الأخرى هنالك الضبي عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي، ووصل بالضبيعة، وصل مع جميلة سالم بن محمد بالضبيعة الاقتبي، ووصول أيضا على المركز العاشر، وصول على المركز العاشر مشاهدينا الأعزاء، عزام بخيت بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري. هذا هو النداء المتكرر، هذا هو النداء المتكرر. يا سلام يا سلام يا الخيالي، يا سلام يا الخيالي، يلا يا ابو يمعة، يلا يا ابو يمعة، هذه هي الظبي الفلا، هذا هو رمز العطاء، حاضرا بقوة محمد بن احمد بن مايد الخيالي، محلقا 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 محلقا، ويقود، يقود لمن الاسماء. ما شاء الله ما شاء الله، هنيالك على هذه القيادة وهذا العلم الواضع على ظهر الظبي الذي دائما مع الانتصارات، وهذه هي الظبي حاضرة وتقود لها، تقود لها، تقود لها من الأسماء الكبيرة والعملاقة التي نالت السيارات ونالت النواميس. بينما الدور دور المركز الثاني، يا سلام يا سلام، جميلة زايد بن منصور مغانم الخيارين على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. القدوم أيضا من شرف محمد بن هادي بن حمد البريدي المري على المرتبة الثالثة وعلى المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء، شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي على المركز الرابع وعلى المركز الخامس. المركز الخامس بالغافرية، وصلت الشاهنية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي مع المركز الآن الخامس وعلى المركز السادس، والتسلل والضغط القوي من الفائزة غانم بسيف محمد البسعيد الخيارين. يا سلام يا سلام، هذا هو، هذا هو الإعلان، الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي، ما تبقى الآن، غادرنا لافتة الكيلو وين، وآخر كيلو سوف أعلنه، آخر كيلو سوف أعلنه بعدما أرى الوضوح على مقدمة هذا الشوط. ويبدو أنه، يبدو أنه حان، حان وقت الإقلاع، حان وقت التركيز عندما وصلنا إلى 1600 متر النهائية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي الظبي، الظبي الظبي الظبي، محمد بن أحمد بن مايد الخيالي على المركز الأول، على الصدارة الأولى، ولكن شرف، شرف، يا سلام، شرف على المركز الثاني محمد بن هادي بن حمد البريدي المري، والمركز الثالث القدوم أيضا من جميلة زايد بن منصور الخيارين على المركز الآن الثالث وعلى المركز الرابع. بينما القدوم من شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي على المركز الآن الثالث، وتشق طريقها وتنتقل المركز الآخر، المركز الخامس، المركز الخامس الشاهنية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، الفلاسي الفلاسي على المركز الخامس. المركز السادس القدوم أيضا من الفائزة غانم
بسيف محمد البوسعيد الخيارين. ولكن أعود الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي الآن أعلنه. ما تبقى من عمر هذا الشوط، ما تبقى عن السيارة، ما تبقى عن شوط الختام. يا سلام يا سلام، الظبي 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 في بداية الشوط، ولا زالت يا أبو أحمد، ولا زالت يا أبو يمعة. محمد بن أحمد بن مطر الخيالي على مقدمة الشوط، محلقا مع الظبي. المركز الثاني جميلة، زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين. يا سلام على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم ايضا من شرف محمد بن هادي بن حمد البريدي المري. الله 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 الله، الكوكبة الرائعة مع الأربعة الأسماء أو الخمسة الأسماء المتقدمة بقيادة الظبي منذ البداية قادت الشوط راس. وهل ستنهي راس؟ يبدو أنها الإجابة نعم، يبدو أن الزعفران والمادة الغالية سوف تتجدد مرة أخرى مع الشرف ومع التميز. سلام 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 بالناموس، سلام سلام يا رماح، سلام يا العين، سلام يا الفيلسوف، سلام يا محمد يا بن أحمد، سلام يا الظبي، سلام يا مضمر الظبي، سلام يا مبدع الظبي. هذه هي الظبي، جهزوا لها السيارة، والسيارة تتسجل باسم الظبي، باسم محمد بن أحمد بن مطر الخيالي. سلام يا أبو مايد، سلام يا سمير، يا سمير يا خبير الزعفران. هذا هو شوط الختام، وكب عليها الزعفران، كب عليها طاسة الزعفران. تستاهل تستاهل تستاهل. المركز الثاني هنالك الوصول من الفائز غانم بسيف بن محمد البوسعيد الخيارين. المركز الثالث الجميلة، زايد بن منصور بن غانم سيف الخيارين. وفي المركز الرابع شرف محمد بن هادي بن حمد البريدي المري. وفي المركز الخامس الوصول من الجذابة مبارك محمد بن زايد المطوع الخيارين. ما شاء الله، قوة إثارة، ناموس وتحدي. هذا هو التوقيت الزمني، 12 دقيقة 56 جزئين من الثواني، توقيت الظبي، توقيت محمد بن أحمد بن مايد الخيالي مع حضور الظبي مع المركز الأول. تهانينا له الناموس، بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض رائعة واللحظات النهائية 12 دقيقة 58 وثلاثة أجزاء من الثواني. فكان الناموس حاضرا بقوة مع الفائز غانم بسيف الخيارين. وعلى المركز الثالث الحضور مع الجميلة زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين، والتوقيت 12 دقيقة 58 وخمسة أجزاء. هكذا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس. واحد الزملاء مع ملخص هذه الفترة الصباحية. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، في صباح هذا اليوم مع هذا السن، سن الكبار من الحولي والزن.